التقى وزير الزراعة علاء فاروق بقيادات التعاونيات الزراعية بحضور بعض قيادات الوزارة، حيث أشار الوزير إلى أن غياب التعاونيات له تأثير سلبي على المزارعين. أكد الوزير ضرورة قيام التعاونيات بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والبذور والشتلات والمبيدات المعتمدة حتى لا يقع المزارعون فريسة للتجار. كما أشار الوزير إلى ضرورة استغلال أصول التعاونيات وإنشاء مشروعات إنتاجية من الثروة الحيوانية والداجنة تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد. أجرى وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق جولة تفقدية داخل مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة واستمع للعاملين وأكد أهمية دور الجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها. واطلع الوزير وزير التموين على آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية من حيث طرح الفرص الاستثمارية والتي تتضمن أنشطة متنوعة تجارية لوجستية وإدارية وتخزينية، حيث طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع رئيسة شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة كارول ميلان، وتناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصرية. من جانبها قالت رئيسة شركة هنكل مصر إن السوق المصرية تمثل محور إنتاجها وتصديرها رئيسيا للشركة، وخاصة أسواق دول القارة الإفريقية، كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية. أكد وزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت أن هناك تعاوناً كبيراً وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء لسفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبها أشادت سفيرة الإمارات بما شهدته العلاقات المصرية الإماراتية من تطور متسارع، حيث باتت نموذجا يحتذى به في التعاون العربي. قرر وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي تشكيل لجنة استشارية للعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملي. وتعقد اللجنة اجتماعها دوريا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات بصفة مستمرة. أطلقت مصر أول سوق طوعية للكربون في مصر وإفريقيا، وأول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. من جهته استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد جهود ومراحل بناء السوق الجديد بالاطلاع على كافة التجارب الدولية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة. من جهته أوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب أوضح أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني طرح المرحلة العاشرة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج. أشار الوزير إلى أنه يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات والمينيا الجديدة.
في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط لتنتهي وتنهي سلسلة مكاسب استمرت لخمسة أيام. هبطت فيها العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى $81.89 للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 0.5% لتصل وتحقق ما قيمته $79.63 للبرميل. بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.34 دولار للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، فيما تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ عامين. وأكد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني أن معدلات البطالة انخفضت ب4.2% في الربع الثاني وفي نهاية من العام بعد توقعات بزيادة طفيفة.